قصر بارون اللي احنا فيه النهارده. ندرة في قصر بارون نفسه كمبنى تراثي، ندرة في التصميم المعماري بتاعه، وندرة في الخامة المستخدمة في الترميم. طبعنا على الخطة اللي موجودة للانتهاء من العمل اللي بتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والحقيقة انه سألنا على جزئية اللون اللي موجود واللي بيثير جدل كبير في الوقت الحالي. هذا التساؤل كان مهم جدا، والحقيقة اكدوا المهندسين اللي موجودين والطاقم اللي موجود من الوزارة اللي بيعمل في الترميم على انه ده كان اللون الاصلي، وانه تعرض لبعض عوامل التعرية خلال السنوات التي تمت.